حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد تأهل المنتخب المغربي للفوتسال إلى ربع نهائي كأس العالم بالأرجنتين في نسختها الأولى. وقبل ما نتعرف على التفاصيل في البداية، دعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل زر الإشعارات علشان يوصلك منه كل الأخبار الرياضية العربية والعالمية. حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بالأخص بعد تأهل المنتخب المغربي كأول منتخب عربي، أول منتخب إفريقي يشارك في بطولة كأس العالم المقامة بالأرجنتين لنسخة عام 2023 في نسختها الأولى، بعد الفوز على منتخب كولومبيا بنتيجة 2-2، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين المنتخبين. ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني من المباراة يحرز النجم العالمي الهداف الرائع جدا أشرف شوبير الهدف الأول للمنتخب المغربي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني من عمر المباراة، ثم يعزز يوسف عثمان في الدقيقة الثامنة من ضربة حرة مباشرة وبتسديدة صاروخية محرزا الهدف الثاني للمنتخب المغربي، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 لصالح المنتخب المغربي. وبذلك الفوز يتأهل المنتخب المغربي مباشرة إلى الدور ربع النهائي بعد حصوله على 4 نقاط في المجموعة، وخاصة بعد خسارة المنتخب الأمريكي أمام المنتخب البوليفي بنتيجة ثقيلة اليوم بنتيجة مدوية 6-1 ليصبح ترتيب المجموعة المنتخب البوليفي في المركز الأول من ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم الأرجنتين 2023 الفوتسال لقصار القامة بواقع 4 نقاط وبمجموع 5 أهداف، أما المنتخب المغربي يليه مباشرة في المركز الثاني بواقع 4 نقاط وبمجموع 2، بينما المنتخب الكولومبي في المركز الثالث من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة وعليه 2، أما المنتخب الأمريكي في المركز الأخير من ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة وعليه 5 أهداف. ليصبح المنتخب المغربي متأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم الأرجنتين 2023 المقامة على الأراضي الأرجنتينية، ولتصبح قاعة كوبرتو مالفيناس الأرجنتينية شاهدا على الإنجاز المغربي الإنجاز الإفريقي لأول مرة عربيا وإفريقيا. ألف مليار مبروك المنتخب المغربي، وأيضا مع العلم ضاع للمنتخب المغربي العديد من الفرص وأبرزها فرصة اللاعب يوسف العثماني في الدقيقة 15 من عمر اللقاء، وأيضا مع ضياع الكثير والعديد من الفرص. ومثلما ذكرت لحضراتكم في الفيديو اللي فات، بعد تعادل المنتخب المغربي مع المنتخب البوليفي بنتيجة 2-2 منهما، المنتخب المغربي دخل المباراة في ظل ارتباك وفي ظل عدم الثقة كأول مشاركة له في تاريخه في تاريخ الكرة المغربية في بطولة كأس العالم، بينما المنتخب المغربي دخل هذه المباراة في الجولة الثانية أمام منتخب كولومبيا وعازما على تحقيق النصر تحقيق الفوز وإثبات الذات. المنتخب الكولومبي من أقوى المنتخبات المصنفة عالميا في المرتبة 13 من التصنيف العالمي للفوتسال، وكل لاعبين وعناصر المنتخب المغربي أدوا مباراة أكثر من رائعة، بداية من قائد المنتخب المغربي نزار بن خطابة، بالإضافة إلى كل من أسامة الساهر وأسامة زمازم اللي حصل على رجل المباراة في مباراة اليوم أمام كولومبيا، بالإضافة إلى كل من عبد العالي يعقوب ورجل المباراة الأوحد يوسف العثماني، بالإضافة لياسين كوراج وياسين الزكري وأشرف شواك بقيادة المدرب الرائع جدا عصام النصيري وبمساعدة فلالي. ألف مليار مبروك المنتخب المغربي التأهل إلى الربع النهائي من بطولة كأس العالم الأرجنتين 2023 لأول مرة عربيا وأفريقيا، لأول مرة في تاريخ كرة القدم للفوتسال على مستوى الكرة العربية والكرة الأفريقية، وأيضا رفع عالم الراية المغربية، وأيضا الإصرار على تحقيق الإنجاز العظيم جدا. كل الشكر موصول لعناصر المنتخب المغربي، الإصرار على تحقيق الفوز، الإصرار على تحقيق الإنجاز في أول مشاركة عربية إفريقية في أول بطولة لكأس العالم، على الرغم من عدم تقييد المنتخب المغربي للفوتسال لقصار القامة ضمن لائحة الاتحاد المغربي لكرة القدم، إلا أن الإصرار والعزيمة من جانب عناصر المنتخب المغربي. ألف مليار مبروك مع مزيد من التقدم والانتصارات، وبمشيئة الله تعالى الفوز يكون حليف المنتخب المغربي وتأهل إلى نهائي البطولة.
ألف مليار مبروك المنتخب المغربي، ألف مليار مبروك الكرة المغربية، فخر العرب، شرف العرب، فخر الكرة العربية والأفريقية، مع أطيب تمنيات المزيد من التقدم والانتصارات، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.